رحمة سيقت إلينا من سماوات علا، وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا. رحمة سيقت. مشروع لبسة هو واحد من المشاريع اللي قامت بها مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية خلال شهر رمضان. مشروع لبسة كان بدأ يعني السنة الفارطة في نهاية الشهر، عندما قمنا بتوزيع 1500 كسوة العيد طبيعة الحال على الأطفال في الجزائر العاصمة وولايات مجاورة. إنما هذا العام يعني في رمضان السنة الحالية ارتأينا أن نعطي بعدا آخر لمشروع لبسة، أين قسم هذا المشروع وتوسع إلى يعني عدة أفكار، أهمها نخص بالذكر السوق الخيري اللي كان هنا في الجزائر العاصمة. الفكرة وما فيها من مشروع لبسة هو الحفاظ على كرامة المستفيد، يعني اللي راح يستفاد من كسوة العيد. طبعا الهدف الرئيسي من مشروع لبسة هو إسعاد الأطفال، يعني نقول نخص بالذكر العائلات المتعففة والفقيرة، وكذلك مرضى السرطان اللي يكونوا بعاد على أهاليهم، يعني هذه في المستشفيات، ويعني حتى هذا التوزيع يكون في الجزائر العاصمة وبقية الولايات، وهذه هي الفئات المستفيدة. إضافة إلى هذا، فإن مشروع لبسة نحاول أن نحسنه ونطوره من سنة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر. أين يعني العام اللي فات كان التوزيع والتنسيق مع بعض المحلات كي يذهب المستفيد ويتوجه إلى تلك المحلات ويقتني، يعني بعد اتفاق مسبق مع تلك المحلات يقتني لبسة العيد مباشرة من هناك. هذا العام ارتأينا أن نكبروا هذا الفكرة هذه ونديروا ما يسمى بالسوق الخيري، أين يأتي المستفيد والعائلات والأبناء تاعهم الأطفال ويختاروا اللبسة تاعهم ويقيسوا هذه اللبسة ويخرج حافظا لكرامته سعيدا بلبسته. وهذه هي الفكرة اللي كانت هذا العام. طبيعة الحال في الجزائر المتحدة نسعى دائما إلى أن تكون مشاريعنا مستدامة، وهذا الذي نسعى إليه من خلال يعني نكبر هذه الفكرة هذه ونجعلها مستدامة أكثر، وهذا ما نعمل عليه حاليا، أين ستكون لبسة يعني ماركة قائمة بحد ذاتها، نوفر من خلالها كسوة ولبسة لهذه العائلات على طيلة أيام السنة بفكرة يعني مبتكرة إن شاء الله وإبداعية ومتميزة بحول الله. وبها صار الفقير له حلم وهوى. وبها مشروع لبسة وعبر لجنة الإغاثة والتضامن في مؤسسة الجزائر المتحدة اللي تسعى لتحقيق أهم أهدافها عبر هذا المشروع في هذا الشهر الفضيل، ألا وهو التكافل والتضامن الاجتماعي. هذه الأطفال وهذه العائلات المحتاجة لازم تحس دائما أنه كاين ناس تدعمها، كاين ناس تخمم عليها، ناس تتعاونها. الأطفال هذو لازم يفرحوا كما هما كما بقية الأطفال في الجزائر، وهذا اللي نسعوا من خلاله خاصة في هذا الشهر الفضيل إلى إدخال الفرح والسرور على قلب هؤلاء الأطفال. مشروع لبسة لهذه الطبعة الثانية لهذه السنة حمل مستجدات. الأمر الأول هو استهداف تاع الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات لأول مرة، يعني يستفدوا من هذا المشروع نظرا لابتعادهم عن أسرهم وعائلتهم في هذه المناسبة السعيدة. والنقطة الثانية ألا وهي السوق الخيري اللي كان لفائدة سكان العاصمة من العائلات المحتاجة، وبالتالي كان تقسيم على ثلاث وجهات. الوجهة الأولى هي الولايات، وين استفادت حوالي 20 ولاية من قوافل متعددة، وصلت عدد الألبسة الموجهة لهذه القوافل أكثر من 1600 كسوة. المستشفيات كذلك حوالي 7 مستشفيات على المستوى الوطني استفادت من الألبسة لفائدة الأطفال المرضى بالسرطان. والجزء الثالث اللي كان السوق الخيري لفائدة سكان العاصمة، الحصيلة الإجمالية وصلنا إلى 3456 كسوة تاع العيد، يعني استفادوا منها مختلف الأسر والفئات المحتاجة في هذا العيد. مشروع لبسة كان بشراكة مع عدة أشخاص مؤثرين وصفحات كبرى في الجزائر، يعني الفضل يرجع أولا لله سبحانه وتعالى، وثانيا لهذا السفراء تاع الحملة ولكل المحسنين جزاهم الله خيرا عنا
وعن كل من استفاد إن شاء الله في ميزان الحسنات، وربي يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، ونلتقي إن شاء الله في مزيد من الإنجازات والنجاحات في المؤسسة وفي كل مشاريع المؤسسة. انتظرونا باش تشوفوا الجديد تاع المشاريع في المؤسسة. أنا أتسامى برحمتي، أتسامى برحمتي.